تامر يا تامر تحيا مصر تحيا مصر يا وزير الثقافة ان شاء الله مصر منصورة ان شاء الله أعتقد إنه يعني لما نكتب عن تاريخ الحركة الوطنية المصرية تأتي بورسعيد في مقدمة المدن المصرية التي شكلت جزءا من ذاكرتنا نضالا وكفاحا شوف النضال دي سنة كده يا باشا ووعيا. أنا على ثقة أن أهل بورسعيد يعني قد تحملوا الكثير والمجتمع المصري أيضا في الظروف الماضية، لكن نأمل في المستقبل وخصوصا في مجال الثقافة ومجال التعليم. أعتقد أن يعني كلاهما يعني الطريقان الكبيران اللي هيودوا مصر إلى الطريق إن شاء الله إلى وضع اقتصادي واجتماعي وإنساني وثقافي وفني. أنا بأهني أهلنا وأهل بورسعيد على افتتاح هذا القصر الثقافة الذي كان قد توقف العمل فيه منذ 2004 تقريبا 2008 تقريبا استغرق العمل فيه 5 سنوات. بنعتذر عن أن المدة قد طالت لمدة 5 سنوات، لكن دائما أقول حينما نفتتح مبنى كان مغلقا أو مبنى جديدا انتهى الجهاد الأصغر وجاء الجهاد الأكبر. التحدي الحقيقي هو أن يمارس هذا المكان دوره في الثقافة وفي الفن وفي الوعي بمشاركة أهل بورسعيد من الفنانين والمثقفين والمجتمع المستفيد من الثقافة التي تقدم من خلال هذا المبنى الجميل. وأنا بقول أنه من المطلوب أن المجتمع يكون موجود معنا في أداء دور المؤسسة الثقافية، وبقترح دائما كل مبنى بنعيد افتتاحه لابد أن يكون هناك مجلس أمناء من المجتمع البورسعيدي. مجلس أمناء من المجتمع البورسعيدي هو الذي يشارك مع الإدارة في وضع البرنامج الثقافي، وهو الذي يتابع العمل الثقافي والعمل الفني والعمل الإداري، وهو الذي يراقب وهو الذي يقيم من خلال مجلس الأمناء. لم يعد من المناسب إطلاقا أن الإدارة هي التي تضع كل البرامج الثقافية والاجتماعية وهي التي تحاسب نفسها أو تقيم نفسها، ده ما عادش مناسب. أنا بطلب من الأستاذ سعد عبد الرحمن أنه هو على وجه السرعة ومن المسؤولين في الإدارة أن هم يشكلوا مجلس أمناء، وبقترح الآلية التي يشكل فيها. أولا يكون عدد يتم الاتفاق عليه من خلال يعني صيغة لكل القصور الثقافية رقم، ثم نفتح الباب للناس كل واحد يجي يسجل اسمه ويرشح لكي يكون عضو في مجلس الأمناء، ثم يأتي نحدد يوم آخر يأتي كل من سجل ويختار الحضور في جمعية عمومية يختاروا العدد الذي يمكن أن يتفق عليه. هو ده مجلس أمناء، ومجلس الأمناء لابد أن يترجم له لائحة، يبقى له لائحة داخل، وهذه اللائحة هي النموذج الذي يطبق في سوهاج وفي أسيوط وفي كفر الشيخ وفي الأسكندرية، لائحة بنفس المواد. وأرجو أن احنا نبدأ في ده في بورسعيد. مطلوب من المجتمع البورسعيدي في المرحلة القادمة أنه يجد روحه في هذا المكان. الفنانون الجدد، المثقفون الموهوبون الجدد شعرا ورواية وقصة وفن تشكيلي ومسرح، لابد أن يكون هذا المكان شعلة من النشاط الثقافي والنشاط الفني متواصل مع المجتمع، معبر عن قضايا المجتمع ومشاكله وطموحه نحو المستقبل. وإحنا بنشتغل في الجانب الفني مهم جدا، المسؤولية الأساسية الحفاظ على هذا المكان. يعني
يعني دائما اقول من السهل ان احنا نبني مبنى، من الصعب ان احنا نحافظ وندير ونقدم خدمه من خلال المبنى. هذا المبنى لابد ان يكون هناك بروتوكول لنظافته وتامينه، انذار واطفاء وكافه الجوانب الفنيه اللي فيه، يعني حاجه مكتوبه كده في الورق ازاي نحافظ عليه وازاي نصونه وازاي نحافظ على المرافق بتاعته وازاي نؤدي دورنا. كل التفاصيل الفنيه يجب ان تؤدى بطريقه فنيه وبطريقه علميه، وخصوصا ان المجتمع البورسعيدي مجتمع بطبيعته مجتمع يحب الثقافه ويحب الفن، فلو بقى في تواصل واستجابه، رد فعل واستجابه ما بين قصر الثقافه وما بين المجتمع هتنجح التجربه. هذه تجربه قصور الثقافه التي بدات منذ نهايه الخمسينات وبدايه ستينات القرن المنصرم القرن الماضي، كانت تجربة رائدة في مجتمع في هذه الفترة كان يتطلع ويتعطش، يعني متعطشا للمعرفة والوعي والثقافة، ونجحت التجربة نجاحا. طبعا الخلاف في السياق، سياق الستينات مختلف عن السياق الآن، وبالتالي لابد أن نغير من أدواتنا ونغير طريقة تعاملنا وطريقة تواصلنا مع المجتمع. أنماط من الثقافة الجديدة زي التكنولوجيا المعلومات وأشياء كثيرة جدا يمكن أن تقدم ما كانتش موجودة في مجتمع الستينات، لكن قصور الثقافة ظلت يعني المدرسة الكبيرة التي تخرج منها معظم الشعراء والأدباء والمثقفون، وحتى يعني كبار الممثلين تخرجوا من قصور الثقافة في كل أنحاء مصر، لأنه من الصدف العجيبة أو من السياسات الرائعة إن كان في قصر ثقافة كبير في كل عاصمة من عواصم الجمهورية، من الإسكندرية مرورا بدمنهور إلى كفر الشيخ إلى الغربية إلى المنصورة إلى آخره. يعني فهذه المؤسسات قدمت خدمات جليلة فنية وثقافية للمجتمع في تلك الفترة. نأمل، إحنا أصعب مشكلة بتواجه مصر، يعني الناس بتتكلم كلها على الأمن، الناس بتتكلم كلها على مشاكل الاقتصاد، الناس كلها تتحدث عن مشاكل كثيرة. أنا أرى أن أخطر مشكلة تواجه مجتمعنا وهي التي نراهن عليها بين أن نتوقف في مكاننا أو أن ننطلق إلى الأمام هو التعليم والثقافة. يعني كل بيت ثقافي أو قصر ثقافة أو منشأة ثقافية بتفتتح أو يعاد تأهيلها ويعاد افتتاحها مرة أخرى هي طاقة نور في المجتمع. أعتقد أن من أكبر المشكلات التي تواجه المجتمعات اللي زينا هي مشكلة العقل ومشكلة الوعي ومشكلة الضمير ومشكلة افتقاد الثقافة، وعشان كده كنت لسه بقول أنه التعليم والثقافة دول حاجة مرتبطة ببعضها جدا. يعني إذا أردت أن تصلح مجتمعا وتنشئ ثقافة فيه لابد أن تبدأ بالتعليم، ويمكن أكثر مثال دال على هذا المعنى هو الوثيقة الشهيرة جدا التي كتبها طه حسين في ثلاثينات القرن الماضي، كتاب مستقبل الثقافة. هو وضع العنوان مستقبل الثقافة لكن الكتاب كله عن التعليم. لو انت عملت تعليم كويس في المدرسة وفي الجامعة، تعليم بجد بمواصفات فنية ومواصفات مناهج وأستاذ ومدرسة وكذا، يبقى انت بالطبيعة أوجدت ثقافة. يأتي دور الثقافة من المنتج التعليم، ولذلك احنا في مرحلة استثنائية في الوقت ده، مطلوب مننا كثقافة كوزارة الثقافة كل المؤسسات، مطلوب من وزارة التربية والتعليم ايضا ان احنا كلنا نتواصل مع بعض. المجتمع محتاج دور ضخم جدا، لان احنا بنشوفه في المجتمع وفي الجامعة والمشكلات التي تحدث من بعض الشباب، في غياب وعي، في غياب ثقافة، مفيش يعني مفيش ما تمش عمل ثقافي جيد ولا عمل تعليمي جيد، خلى بقى فيه افتقاد وعي، بقى الناس عندهم دايما الحل الوحيد هو ما يراه، مع انه كل القضايا المتعثرة في العالم والقضايا الفكرية والاقتصادية لها حلول كثيرة جدا. يعني كلما تثقف الانسان وتعلم اكثر وشاف اكثر كلما كان في بدائل عنده اكثر. احنا محتاجين الثقافة لان الثقافة بتتيح للشخص ان يبقى عنده مفردات كثيرة وحلول كثيرة، وفي النهاية لا يلجأ الى العنف. مطلوب، وانا لسه بقول مطلوب من المجتمع الناس نفسها تشارك معنا، الناس تشارك مع، يعني يبقى المجتمع البورسعيدي ده صديق كله
من حيث المشاركة ومن حيث الرأي ومن حيث الخبرة ومن حيث اللي اشتغل مسرح واللي اشتغل فن تشكيلي واللي اشتغل في الموسيقى واللي اشتغل في الغناء واللي اشتغل في القراءة. احنا مجتمع محتاجين ان احنا نعيد ترتيب حياتنا لكي نجعل الثقافة والتعليم هي المقدمة، هي البنية الأساسية للمجتمع. وطبعا احتفالات 23 ديسمبر السنة دي الحقيقة عملنا فيها بعض الأنشطة، والحقيقة كانت جميلة وكلها كانت هدايا لشعب بورسعيد العظيم، وافتح قصر الثقافة، وامبارح زيارة وزير الإسكان وإنهاء متعلقات كثيرة بالإسكان. دول برضو يعتبروا هدايا من هؤلاء الوزراء إلى شعب بورسعيد، وأنا بطمنهم إن شاء الله هنستمر في هذا طول ما احنا ربنا مدينا نفس عشان نسعد شعب بورسعيد.